أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وراودته التي هو في بيتها، علمنا بعلم الله تعالى مما سبق أن إخوة يوسف لما استخرج أخوهم من السجن أدركوه وباعوه، والذين اشتروه باعوه لملك مصر العزيز. إذن وأصبح يوسف في بيت العزيز الوزير أو الملك. إذن ولجماله وكماله وآدابه وأخلاقه أحبته امرأة العزيز المعروفة بزليخة وراغبت فيه وهي غير مؤمنة ولا مسلمة من قوم كافرين. إذن وتعلق قلبها به فراودته، والمراودة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة بأسبابها وعواملها رجاء أن يجامعها ويقضي حاجتها. إذن وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، والأبواب جمع باب، وإغلاقها وتغليقها دال على أنها كثيرة، باب الدار، باب الحجرة، باب البهو، باب الغرفة التي فيها. إذ قطعت عن نفسها وعن يوسف أن يدخل أحد عليهما أبدا، غلقت الأبواب وقالت له هيت لك، قراءة نافع، هيت لك بمعنى أقبل وأنا بين يديك، أقبل علي، هيت لك، هيت لك. إذن فأجابها قائلا معاذ الله، أي أستعيد بالله وألجأ إليه وأتحصن به أن أقع في هذه المعصية، معاذ الله. وعلل فقال إنه ربي أحسن مثواي، وهذا اللفظ له معنيان صحيحان سليمان يتناولهما. أولا إنه ربي خالقي ورازقي ومالك أمري، أحسن مثواي وإقامتي في هذه البلاد بعدما كادوا يقتلونني، بعدما ألقوني في غيابة الجب، فكيف أعصيه؟ إنه ربي مالك أمري وخالقي وإلهي ورازقي. ويصح إنه ربي أي سيدي العزيز
ربي إذ أحسن مثواي في منزلي الطعام والشراب واللباس والأمن، كيف أخونه في زوجتي؟ وعلل لذلك فقال إنه لا يفلح الظالمون. الظالمون في كل وقت ومكان لا يفلحون، عاقبتهم دائما الخسران. ومن هم الظالمون؟ واحدهم ظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه، فالذي يجامع مرأة غيره ظالم، أوقع هذا في غير مكانه. والذي يخون من أنعم عليه وأكرمه وأحسن مثواه والله ظالم، المفروض أن يحسن إليه وأن لا أن يخونه، إنه لا يفلح الظالمون. قال تعالى بعد هذا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخبر تعالى أنه هم بها وهمت به. التفاسير المروية عن بني إسرائيل ونعوذ بالله منها يقولون هم بها ليجامعها، وهمت به إذن لتجامعه. الصحيح الذي عليه إمام المفسرين ابن جرير الطبري والذي هو مصدر هذا التفسير الذي نتدارسه، همت به أن تضربه لما عصاها وأبى أن يستجيب لها، هم بالشيء أراده، أراد أن يضرب أن تضرب أرادت أن تضربه، وهم هو بها من أجل أيضا أن يدفع عن نفسه أذاها وضررها، مشروعية الدفاع عن النفس. لكن ما ضربها لأنه ألهم على الفور في نفسه أن لا يضربها وأن لا يؤذيها. إذن هذا الإلهام الخاص هو يفسره بعض المفسرين بأنه رأى والده في صورة أمامه، ولا داعي إلى هذا كله. رأى برهان ربه لاحة واو المعرفة فأعلمته أنه لا ينبغي أن يؤذي هذه المرأة وأن يضربها، فمن ثم كف يده عنها وهرب وتركها. إذن لولا أن رأى برهان ربه لكان يضربها، ولكن لاح له نور الربانية فعرف أنه لا ينبغي له ذلك. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو ضرب هذه المرأة وفي بيتها، والفحشاء هو الزنا الذي أرادته. فصرف عنه تعالى أمرين، السوء الذي هو ضربها والفحشاء الذي طلبته وراودته منه وبه. لماذا يقول تعالى هذا؟ يقول إنه من عبادنا المخلصين، ما نرضى لهم أن يتلوثوا بالذنب والإثم، لا بالسب والضرب ولا بالفاحشة. وهذا شأن الله مع أوليائه، يعصمهم يحفظهم حتى لا يخبثوا ويتلوثوا وهم أولياؤه. فكل من كان له ولي لا يرضى أن يتلوث، فكيف بالله عز وجل؟ إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين الذين استخلصناهم لنا لولايتنا، ما تركنا للشيطان مجالا لهم يأتيهم إليه. وهذا كل أولياء الله الذين استخلصهم لعبادته لا يقدر الشيطان على إغوائهم وإضلالهم والرمي بهم في الفسوق والفجور. ثم قال تعالى واستبقا الباب، أي باب المنزل، استبقا وكل أراد أن يسبق الثاني، هو أراد أن يهرب
بدل أن يضربها أوحي إليه ألهم أن لا يضربها وأن يتركها وهي وراءه تريد أن تضربه، لماذا تمرد عنها وعصاها وأبى أن يأتي حاجتها فسبقها وهي وراءه فجذبته من ثوبه تمزق واستبق الباب وقدت قميصه من دبر قصته قدته قص بمعنى قصته ومزقته من دبر من وراء، هذا دليل على أنه الذي تركه هرب يريد الباب فأدركته من وراه فضربته مزقت ثوبه وقدت قميصه من دبر. قال تعالى وألف يا سيدها عند الباب، وجد سيدها أي العزيز عند الباب، ها وألف يا سيدها لدى الباب عند الباب، باب الدار الذي كان يريد أن يخرج أو الغرفة التي فيها أن يهرب منها. قالت أي زليخة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، تعنترت وادعت أنه الذي ظلمها مضطر إلى هذا، ما جزاء من يفعل من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت العلماء خافت أن يبيعه وتحرم من رؤياه ولقائه وما زالت طامعة فيه، فما رضيت أن يباع وإله تقول بيع عنا هذا العبد ما يصلح إلا أن يسجن فقط، وإذا سجن هي معه أو عذاب بصفعة وإلا بركلة أو عذاب أليم، والأليم الموجع بأي نوع من أنواع الإيجاع. مرة ثانية أسمعكم الآيات قبل شرحها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا أي وجد سيدها عند الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي الضرب إلا أن يسجن، بيّنت له ماذا يفعل به، خشيت أن يبيعه. وغدا إن شاء الله الجواب من الرئيس من العزيز ماذا فعل. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال معنى الآيات ما زال السياق الكريم في الحديث عن يوسف وما جرى له من أحداث في بيت العزيز الذي اشتراه، إنه ما إن أوصى العزيز امرأته بإكرام يوسف حتى بادرت إلى ذلك فأحسن الطعام وشرابه ولباسه وفراشه، ونظرا إلى ما تجلبه الخلوة بين الرجل والمرأة ونظرا إلى ما تجلبه الخلوة بين الرجل والمرأة من إثارة الغريزة الجنسية لا سيما إذا طالت المدة وأمن الخوف وقلت التقوى، حتى راودته بالفعل عن نفسه أي طلبت منه نفسه ليواقعها أي يجامعها بعد أن اتخذت الأسباب المؤدية حيث غلقت أبواب الحجرات والحجرة والبهو والحديقة وقال تعال إلي، وكان رد يوسف على طلبها حازما قاطعا القط قاطعا للطمع
وهذا هو المطلوب في مثل هذا الموقف. قال تعالى مخبرا عما جرى في القصر حيث لا يعلم أحد من الناس ما جرى وما تم فيه من أحداث. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنها بعد أن اتخذت كل ما يلزم للحصول على رغبتها منه أجابها قائلا إنه ربي أحسن مثواي، يريد العزيز أحسن إقامتي فكيف أخونه في أهله. وفي نفس الوقت أن سيده الخالق الله جل جلاله قد أحسن مثواه بما سخر له فكيف يخونه فيما حرم عليه. وقوله إنه لا يفلح الظالمون تعليل ثاني، فالظلم يوضع فالظالم بوضع الشيء في غير موضعه يخيب في سعيه ويخسر في دنياه وأخراه، فكيف أرضى لنفسي ذلك ولك بذلك. وقوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي همت بضربه لامتناعه عن إجابتها لطلبها بعد مراودات طالت مدتها، وهم هو بها أي بضربها دفعا لها عن نفسه، إلا أنه أراه الله برهانا في نفسه فلم يضربها وآثر الفرار إلى خارج البيت ولحقت تجري وراءه لترده خشية أن يعلم أحد بما صنعت معه، واستبق الباب هو يريد الخروج وهي تريد رده إلى البيت خشية الفضيحة، وأخذته من قميصه فقدته أي شقته من دبر أي من وراء لأنه أمامها وهي وراءه. وقوله تعالى كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء، أي هكذا نصف عن يوسف السوء فلا يفعله والفحشاء فلا يقربها. وعلل لذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين استخلصناهم لعبادتنا ومحبتنا، فلا نرضى لهم أن يتلوثوا بآثار الذنوب والمعاصي. وقوله تعالى ولقد وألف يا سيدها لدى الباب، أي ووجد زوجها عند الباب جالسا في حال هروبه منها وهي تجري وراءه حتى انتهيا إلى الباب، وإذا بالعزيز جالس عنده فخافت المعرة على نفسها فبادرت بالاعتذار قائلة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، أي يوما أو يومين أو عذاب أليم يكون جزاء له، كأن يضرب ضربا مبرحا. إن شاء الله واضح معنى الآيات. هداية الآيات سقطت من التفسير وكتبناها اليوم، انتبهوا. من هداية الآيات أولا حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية لما يسبب من الفاحشة، حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية خشية أو من أجل أن لا يسبب الفاحشة. من أين أخذنا هذا؟ وراودته التي وفي بيتها لأنه معها. ثانيا مشروعية الاستعاذة بالله تعالى مما يكره. من أين أخذنا هذا؟ قال معاذ الله ألجأ إلى الله وتحصن به أن نقع في هذه الفتنة. ثالثا تقرير مبدأ
تقرير مبدا الاعتراف بالفضل لاهله، الاعتراف بالفضل لاهله. ماذا قال هو؟ انه ربي، سواء كان العزيز او كان الله عز وجل، انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اي تقرير مبدا الاعتراف بالفضل لاهله اذا تجاهله ونسيانه من الظلم. تجاهل الفضل لاهله ونسيان الفضل والله من الظلم. رابعا، مشروعيه الدفاع عن النفس. من اين اخذنا هذا؟ همت وهم بها اراد ان يضيفها. خامسا، عصمة الله لأوليائه حتى لا يقعوا فيما يكره من الذنوب والآثام، لقوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، ما نسمح لهم أبدا أن يفعلوا ذنبا يتلطخون به وهم أولياؤنا. وهذه عامة ليست خاصة بيوسف، عامة بكل مؤمن ومؤمنة. أبوك ووعظك له وتوجيهك له على الله يتوب عليه أفضل من أن تفارقه.